السلام عليكم، انا ماما السابق شيماء اللي جيت من مدينه بني ملال. شي ربع سنين هذه التجأت بهذه الجمعيه الله يكثر خيرها. كان بنتي خاصه واحد الصباط رجيله ديالتها ناقصه ما تتلحقهاش الارض، والله يكثر خيرهم وعطاوني هذا الصباط. هذا ها هو هذا الصباط، ودارته لبساته شي ربع سنين، صاوبوه ليا هاد الناس ودارته شي ربع سنين وصغار عليها. وعقبت هاد السنه تاني مسكينه ما تلاش تقدر تمشى بيه، ها هو ما تلاش تقدر ولا صغير ليها على رجلتها. وتصونيت ليهم تاني مساكن وتعاملوا معايا وصوبوا لي هاد الصباط الاخر، ها هو صوبوه لبنتي. الله يكثر خيرهم والله يجازيهم بخير، وتنشكر المحسنين الله يجعلها لهم في الميزان المقبول، وتنشكرهم بزاف بزاف والحمد لله. الله يرحم الوالدين.